يعني زي ما سمعنا اغنيه الفنان الكبير علي الحجار بكلماتها بكره جاي اكيد جاي بفجر جديد زي ما كنا بنتمناه، وده مش هيكون غير بسواعد شبابيه والحقيقه بافكار جديده وبافكار شابه وبافكار تقول دايما انه هنا في هذا الوطن وفي هذا البلد في كل انسان وكل شخص بيتمنى الخير لهذا الوطن وهذا البلد بحب بقوانين جديده بافكار جديده، ده اللي بنتمناه الحقيقه. فكره او تخيل انه يكون موجود في مجلس النواب او مجلس الشعب كما كان تسميته سابقا انه يكون موجود شاب عنده 25 سنه ومنتخب ويكون عضو في مجلس النواب، الحقيقه دي كانت فكره شويه بعيده، وناس كتير تقول لك طب هو داخل هو ايه فكرته او ايه خبرته عن القوانين، طب هيقول ايه؟ لكن البدايه جيده لانه في هذا المعترك السياسي القوي والكبير ده هنا احسن مكان يتعلم فيه الشباب، فنخرج للنضوج السريع زي ما بنقول. عن هذا الامر وعن عام الشباب 2016 اللي اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعن افكار الشباب وطموحاتهم، والنهارده احنا بنتكلم في جهه تنفيذيه وتشريعيه وموجود فكر جديد في مجلس النواب، اسمحوا لي ارحب بضيفي وضيف حضراتكم استاذ حسن عمر حسنين نائب مجلس النواب واصغر الاعضاء سنا. برحب بيك استاذ حسن. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، والحقيقه ان انا هكون شغوفه واعتقد ان الساده المشاهدين هيكونوا كمان شغوفين للتعرف على تجربتك في البدايه. ده شرف ليا. ازاي يعني خدت تجربه انك انت تنافس فطاحل وناس كبار، ناس معاها اموال، ناس معاها خبره سياسيه سابقه، احنا طول عمرنا فكرتنا على البرلمان 50 وانت طالع، ف 25 دي حاجه لطيفه جدا وحاجه منتهى الامل. نتعرف على تجربتك ازاي في الانتخابات. هو الشاب في البرلمان كان قبل ثوره 25 يناير يعني بيبقى 40 سنه 45 سنه، ده بيبقى صح. اصغر عضو يعني. صحيح. فالقانون لما نزل 25 سنه بقى من حق، كان الاول 30 سنه دلوقتي بقى 25 سنه يترشح، اقل سن لعضو مجلس النواب ان هو عشان يترشح يبقى 25 سنه. فجت لي الفكره ان انا انزل اخوض التجربه. انا كان والدي نزل سنه 2000 و2005 فانا قلت لازم يعني بما ان ثوره 25 يناير جايه وجت وحققها والشباب هو اللي عمل ثوره 25 يناير وثوره 30 يوليو برضو الشباب نزلوا وفي ناس ضحت بروحها عشان مصر تفضل كيانها موجود وهيبتها موجوده في وسط العالم، فاحنا لازم برضو نتعب ونحقق الحلم. يعني انا مش هقعد في بيتي واقول انا عايز اغير ده انا مش عاجبني والله حال البلد وافضل قاعد في بيتي، طب ما هتسوق اكتر. انا بسيب الفاسد او بسيب السيء ياخد مجال، لكن طول ما انا قاعد في بيتي مفيش اي نجاح هيتحقق. لازم انزل اشتغل اسعى اجري ورا هدفي، اشوف هدفي ايه واحققه مره واتنين واحاول كتير لغايه ما اوصل. ده معناه ان كان عندك يعني اهداف محدده عاوز تحققها من خلال البرلمان او ربما فكره او مشاريع معينه، فاعرف بس خلفيتك انت دارس ايه وبعد كده نتعرف على القوانين. انا ليسانس حقوق جامعه عين شمس. مش بعيد عن القوانين. لا لا مش بعيد عن القوانين. نعم. فانا شايف ان الوضع الاقتصادي والسياسي بتاع البلد مش هيتصلح غير بالشباب، لان احنا عندنا الشباب فكر تاني غير الجيل اللي فات. احنا معاصرين التكنولوجيا وداخلين في التكنولوجيا قوي. يعني انت يقول لك طب انت تفهم ايه؟ لا انا افهم، انا عارف. انا دلوقتي ممكن لو انا جبت واحد عنده 50 سنه، واحد كبير سياسي كبير بس مش متعود على التكنولوجيا ومش داخل في التكنولوجيا، وقلت له ابني لي عماره، وجبت شاب دارس تكنولوجيا وعارف داخل في التكنولوجيا، فهيبني اسرع من الفكر القديم. مع العلوم الهندسيه المتطوره. أيوة. واطلاعه في التكنولوجيا وده كمان استاذ حسن بيسرع فكره ووتيره انه سرعه البديهه عند الشاب وبيديله افكار جديده. طبعا. هنروح بقى لمجلس النواب ودخولك في هذا المعترك السياسي والتشريعي الكبير جدا. انت ممكن تبقى قاعد قدام وزير من وزراء الحكومة وبتقدم استجواب أو بتقدم طلب إحاطة، عايز أعرف أهدافك الخاصة بالشباب والأفكار اللي أنت داخل بيها لمجلس النواب. بص أنا أهدافي الخاصة بالشباب هو الشباب بينقصوا في مصر هنا بينقصوا حاجتين، بينقصوا فرصة عمل وينقصوا الهدف. وأنا شايف إن الهدف أحسن من فرصة العمل، يعني أقوى من فرصة العمل. طبعا.
لان طول ما اي شاب بيبقى عنده هدف هيقعد هيشتغل وهيتعب عشانه. ففرصه العمل انا كان في مقترح ان كل محافظه تعمل اكتفاء ذاتي للشباب اللي فيها. يعني احنا في محافظه القليوبيه عندنا ما يقرب من اكبر 10 مصانع موجودين في مصر. موجود شركه السماد، مصانع حربيه موجوده عندنا، مصانع بترول موجوده عندنا، شركه تكرير بترول، شركات كبيره. طب ليه الشركات الكبيره ديت ما تاخدش ولاد القليوبيه، ابناء القليوبيه؟ يعني النسبه الاكبر تبقى من ابناء القليوبيه. انا بخفف، بحل مشكله في المرور. يعني اول حاجه انا مش هجيب حد مثلا محافظه تانية، محافظه الشرقيه، محافظه صحيح. المنوفيه يمشي المسافه دي كلها عشان يروح شغله وهو راجع ورايح وهو راجع. فكل محافظه تعمل اكتفاء ذاتي وتشوف المحافظات، ما في محافظات ما فيهاش مصانع كتير. نشوف اقرب محافظه ليها ايه فيها برضو كثافه من المصانع ونبدا ناخد نودي لها فرص عمل. بص انا مش بلومك يا سياده النائب لانك انت بتتكلم عن لسان دايرتك يعني. لا لكن مش انا ما بتكلمش لكن صحيح لكن لا هي منظومه، انا بتكلم على منظومه في مصر كلها. وعلى فكره المنظومه دي اتعملت في السويس. يعني اتعملت قبل كده في السويس. أبناء المحافظه وشركات البترول كانت بتعين من ابناء السويس، كان لازم من ابناء في نسبه من ابناء السويس يتعمل. وديت يعني دي نجحت، ما فشلتش. فليه ما تطبقش في جميع القطاعات؟ تشوف بقى هيبان عندك المحافظات اللي ما فيهاش استثمار، المحافظات اللي ما فيهاش مصانع، تبدا تعمل فيها، توفر فرص عمل فيها بدل ما انت بتوفر فرص عمل في مصر كلها. طيب استاذ حسن، يعني البرلمان لسه ما بقالوش كام شهر شغال دلوقتي، لكن اكيد يعني بدا يبقى في عندك خبره ما سياسيه، او بدات يعني تكتسب اشياء ومهارات ما كانتش عندك قبل كده بحكم تواجدك في البرلمان. الجو البرلماني ايه اللي اضفاه على شخصيتك في الفتره الاخيره الصغيره صحيح، لكن اللي ممكن تاثر لانكم ناقشتوا قوانين كتيره جدا ما يقرب من 400 قانون او غيره. فايه اللي حصل في البرلمان وتعامل الناس مع شاب في البرلمان؟ هل شفت ان هو تعامل باستغراب ولا تعامل بود اكتر لانه يعني بيحتضنوا الشباب؟ لا انا شايف ان مجلس النواب 2015 مجلس فعلا عايز يخدم البلد. يعني انا شايف معظم الناس اللي فيه ناس قيمه وقامه، والاختلاف اللي موجود دلوقتي لا يفسد في الود القضيه، يعني ما يفسدش المجلس. لا هو الاختلاف كله على المصلحه العامه. يعني كل واحد بيختلف مع شخص اخر عشان المصلحه العامه مش اكتر. لكن نسبه الشباب موجوده، ودي برضو حاجه كويسه جدا. اكبر نسبه شباب حصلت في تاريخ البرلمان المصري في عام 2015. احنا عندنا ما يقرب من 80 نائب موجود تحت سن 35 سنه. 80 نائب، فدي نسبه كبيره. ولو سن ال 40 سنه 120 نائب، فدي نسبه كبيره قوي من الشباب موجوده ممثله. وبرده نسبه المراه موجوده برده بكثافه عاليه. ففي تنويعة كويسة أو في البرلمان المصري موجودة المرة دي. تلاقي الأحزاب، تلاقي مستقلين كتير، تلاقي ذوي الاحتياجات الخاصة موجودين برضو بكثرة، المرأة موجودة بكثرة، الشباب موجودين بكثرة. ففي تنويعة كويسة تدل فعلا أن ده بيمثل شعب مصر. نعم، والجميل كمان أنه أغلبهم كان منتخب وما كانش في حزب واحد مسيطر على الرؤية السياسية في البلد على مستوى مجلس النواب. أنا هروح بقى للقوانين الاستثمار والشباب. زي ما أنا قلت يمكن في البداية أستاذ حسن أنه كتير من اقتصاديات الدول الكبرى قامت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده بقى بمجموعة من الأفكار زائد التشريعات وقوانين البلد نفسها. بتتهم مصر أنه فيها قوانين الاستثمار غير جاذبة أو معرقلة أو البيروقراطية موجودة في بعض مؤسساتنا، فده بيهرب شوية المستثمرين. الحوار ده بيدور في فكرك إزاي وفي ذهنك إزاي؟ أولا الاستثمار، قوانين الاستثمار اللي موجودة في مصر هي قوانين كويسة، مش بس في ممكن يكون صحيح. فيها في ممكن يكون فيها بعض الأخطاء. بس انا لو شايف لو القوانين اللي موجوده في مصر بتاعه الاستثمار بتضر بالمستثمر، طب انت بتيجي بتشتغل هنا ليه؟ بالفعل. وكنت شغال هنا ليه في مصر؟ انت بتلاقي عماله، اقل سعر عماله موجود في العالم كله في مصر يعتبر. يعني ما لو كنت المستثمر اللي جاي من بره وبيعمل اي مشروع هنا بيدي مرتبات مش زي اللي بيديها في بلده. فانت عندك القوانين موجوده كويسه.
بس في برضو احنا هنا في مجلس النواب كنت انشأنا لجنة جديدة لسه هتتناقش طبعا ان شاء الله النهاردة ويا بك يعني الحد او الاثنين او الثلاثة. نعم. لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. اللجنة دي يعني لجنة مستحدثة في مجلس النواب هتدي دفع للشباب ان هو نساعد الشباب في المشروعات الصغيرة. وكمان في كنت بتكلم مع نائب برضو النائب نضال السعيد كان عنده فكرة كويسة قوي وانا تحفزت ليها قوي يعني. كان بيقول احنا المستثمرين اصحاب المصانع الضخمة والكبيرة المشروعات الصغيرة ديت احنا نعمل الزام قانون الزام ان هو ياخد ما هو المصنع الكبير مثلا مصنع بودي سيارات مصنع سيارات ما بيصنعش السيارة كلها. نعم. بيبدأ يعمل حاجة منها فمثلا الكوتش بتاع السيارة هتلاقي مشروع متناهي الصغر او مشروع صغير هو اللي بيعمل كوتش فيبدأ ياخد من المشروعات الصغيرة للمشروعات الكبيرة. تعمل حاله من الالزام عشان تعمل تكامل هي المشروعات التكميليه بتاعه هذه الصناعات تربط المشروعات الصغيره بالمشروعات الكبرى ودي الرؤيه اللي لقمت عليها دول كتير يعني في تقسيم هذه الصناعات وبعد كده تجمعها في وده بيعمل نوع من توفير فرص العمل طبعًا. كبيره جدا وبيقضي تماما على البطاله طبعا. احنا بنشوف شفنا المصنعات المصانع الكبرى ديت بتروح تستورد المواد الخام وبتستورد الحاجات الصغيره ديت من بره. طب ليه تستوردها من بره؟ طب انت عندك نفس المنتج موجود في مصر وبيتعمل في مصر الجوده بتاعته مش قليله انت ممكن تلزم المصنع الصغير او المشروع الصغير ان هو يعمل لك جوده اعلى. هنا بقى في دور التدريب يعني ممكن يكون حتى الناس يعني بندربها في البيوت يعني في الهند وفي الصين وفي غيرها من البلاد اللي عملت نهضه وبنسميها دلوقتي النمور الاسيويه كلهم اعتمدوا على كده يعني انه في اسر بتكلف باعمال معينه زي ما قال طارق ودي بتكمل بعضها طبعا. لكن كمان احنا عندنا قوانين جديده اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في صالح المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر انه برضو في جزء من تمويل البنوك هيذهب لهذه المشروعات بفائده منخفضه 5% ده مختلفه طبعا الفائده اللي بتوصل احيانا 14% واتعملت وفعلا اول محافظه تتطبق فيها هي محافظه الألوبية. طب بما انك انت وظيفتك جنب بيتك ايوه طب يعني اشرح لنا التجربه بقى فعلا وظيفتك جنب بيتك فعلا اول محافظه تتم فيها المبادره ديت تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرده قام سياده اللي هو المحافظ رضا فرحات عمل كذا اجتماع بالشباب وبدا فعلا بالتنفيذ بيها هي حاجه كويسه جدا بيقول لك تعالى خد قرض او خد عربيه بصندوق اعمل فيه المشروع اللي انت عايزه وسدد القرض دوت بفايده 5% وفعلا تمت في الأليوبية بس انا برضو شايف ان في برضو تاثير من ناحيه الشباب شويه ليه الشباب محجم الشاب عنده ذكريات سيئه من ايام الصندوق الاجتماعي ما كان بياخد قروض احيانا بيعجز عن سدادها لان مفيش دراسات جدوى كويسه ولا ليه في رايك هم محجمين انا هقول لحضرتك النقطه اللي هي الاختلاف يعني انا نائب مثلا في دائره الخصوص والخنقه والعبور كل اللي بيجي لي في وظيفه يقول لي لا انا عايز اشتغل في الحكومه عايز اشتغل في الحكومه عايز طب انا عندي في مصانع وشركات خاصه كتير بعتالي عايزه فرص عمل عايزه عمال عايزه بتعرض عليهم بعرض عليهم يقول لي لا طب مثلا يعني انا اقول له مثلا ده انت هتاخد 2000 جنيه في الشركه الخاصه دي يقول لا لو في الحكومه لو ب 300 جنيه يعني هي دي الفكره اللي احنا عايزين نغيرها بقى هي فكره طب ما هو ليه برضو ما انا يعني انا مثلا انا شاب ليه ما لو جت لي انا فعلا فرصه حكومه وفرصه قطاع خاص والحكومه اقل في الراتب هخش حكومه مش هخش بترد عليهم تقول لهم ايه في نقاشاتك معاهم لا انا بقول له يعني انت الحكومه دلوقتي ما فيش وظايف مثلا يعني الرئيس السيسي في الخطاب الاخير قال احنا 7 مليون موظف عايزين نخليهم مليون احنا محتاجين مليون بس يعني احنا محتاجين مليون موظف في القطاع العام في الجهاز الاداري للدوله فبقول له انت هتقعد في بيتك وهتستنى الشغل يجي لك لحد عندك ما فيش الكلام ده انت لازم تسعى ابدا بشركه خاصه ابدا او اشتغل في شركه خاصه وشركه خاصه هتبدا بس هي برضو في نقطه تعجيزيه شويه عند الشباب وشايف وانا من وجهه نظري انا شايفهم صح فيها يعني اما بيجي يشتغل في اي شركه خاصه او اي مصنع قطاع خاص القطاع الخاص ما بيوفرش الامان للعامل اللي عنده او الموظف اللي عنده فدي ده دورنا احنا في مجلس النواب
ان احنا نسن قوانين الزاميه للقطاع الخاص زي لان هي فعلا الشركات لما مثلا الشباب بيروحوا بيمضوا استمارة 6 وهو أيوة. بيستلموا الوظيفه وهو بيستحق وبالتالي انت ماضي على استقالتك وانت بتستلم ايه اللي ممكن البرلمان يعني يامن بيه الولاد دول وغير استقالته كمان هو يعني لو ما مضاش في اي وقت ممكن صاحب العمل يمشي ووصل ولو وصل يعني انا واحد يشتغل بقى 20 سنه ولا 25 سنه في شركه وفي القطاع الخاص اما يكبر يقول له مع السلامه يقول له مع السلامه ما فيش تامينات ما فيش معاشات ما فيش الكلام ده هو موجود لكن فكره انه انا موجود في جهاز الاداري للدوله فانا كده في امان تام او المثل ان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه اتمرمغ في ترابه يعني الفكره دي رغم انه في نماذج تانية من الشباب اشتغلت في هذه الشركات الخاصه تمام. وما شاء الله بتتقاضى اجور ضخمه جدا تمام. وقدروا ينجحوا فيها يعني طيب وانا على فكرة النجاح في القطاع الخاص اسرع من النجاح في القطاع العام سريع جدا صحيح ما بيستناش بقى يعني هو القطاع الخاص على قد شغلك الوظيفي عشان يقدر يوصل على قد شغلك على قد ما هتاخد وعلى قد ما هتترقى الفكرة في الخبرة انا عايز اروح برضو نكمل اهمية الدور الاقتصادي وزي ما حضرتك عارف انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق 2016 عام الشباب وحط مجموعه من الاليات تهتم بهذه الفئه تحديدا منها الدورات المستمره والتدريب المستمر وايجاد الحقيقه ومشاركه البنوك في المشروعات المتوسطه والصغيره شايف التحركات الشباب بيعرف ازاي بيروح ازاي انتوا كنواب بتتكلموا في دوائركم ازاي هي طبعا المبادرة بتاعت سيادة الرئيس ب 2016 عام الشباب فعلا ديت انا ادتني حافز وطاقة من جوايا كده يعني احس ان انا فخور اخيرا في رئيس جه يبص للشباب يعني مش يعني على طول نشوف لا فعلا على طول نشوف الشباب بيتحطوا في عناوين بيتحطوا في بتاع بس على ورق بس مظبوط يعني حبر على ورق بس لكن فعلا الرئيس السيسي عمل مبادره عام 2016 عام الشباب وامر كمان ان يبقوا المساعدين بتوع الوزراء والمحافظين يبقوا من الشباب وفعلا في مركز تاهيل للشباب اعداد القاده للشباب وشغال بالفعل اشتغل من امتى بقاله شهر داخل في شهر حاجه زي كده يعني فدي مبادره كويسه جدا انا من وجهه نظر ان الشباب لازم بقى ياخد فرصته لازم هو اللي يقود البلد لازم يبدا يمسك واحده واحده ما تجيبهوش مش مره واحده تحط لي وزير شاب لا خليه اهله اديله خبره خلي المحافظ اللي موجود دلوقتي او الوزير اللي موجود دلوقتي يدي الخبره بتاعته للشاب طيب استاذ حسن حضرتك موجود في اي لجنه من لجان البرلمان انا موجود في لجنه الدفاع والامن القومي اصلا يعني هيئ لي او يعني تصورت مباشره انك هتكون في لجنه الشباب لا هو فعلا احنا عندنا في القليوبيه نواب القليوبيه يعني مترابطين مع بعض شويه كده فموزعين نفسنا على اللجان بحيث ان كل واحد يخدم في المجال بتاعه احسن يعني انتم متفقين قبل الدخول في المجال وقعدنا واتفقنا وكل واحد موزعين نفسنا يعني حضرتك دلوقتي في لجنه الدفاع والامن القومي طيب ايه ابرز الحاجات اللي يعني اللي شاركت فيها او معروضه عليك دلوقتي في اللجنه دي هو في لجنه الدفاع والامن القومي كان في حوالي 12 قانون من ضمن القرار بقانون من ضمن ال 354 قانون اللي اتناقشوا في مجلس النواب كان في بعض الكليات العسكريه والامناء الشرطه ومعروض علينا دلوقتي طبعا سياده الرئيس احل مجلس النواب ان هم يعملوا قانون لافراد الشرطه بس هو لسه ما جاش رسمي يعني فان شاء الله لما يجي رسمي يعني في برضو بعض البنود هتتحول للجنه الدفاع وهنقدر ان شاء الله يعني نعمل حاجه في الامر اللي موجود دلوقتي اللي توسع قوي من افراد الشرطه برضو الامناء يعني انا مش عارف لازم يبقى فيه انت تتعامل اللي قدامك من افراد الشرطه تعامل كويس زي ما انت بتعامله كويس هو برضو يعاملك كويس لازم يبقى فيه قانون الزام الزام من ناحيه فرد الشرطه ومن ناحيه المواطن هو المفروض ان وزير الداخليه عقد بالامس اجتماع مع مساعديه وشكل لجنه لدراسه المشروعات القوانين اللي ممكن تغلظ العقوبه او عقوبات جديده للي يخرج عن النظام الشرطي في التعامل مع الناس سياده الوزير برضو عمل حاجه كويسه جدا برضو طلع قرار ان اثناء الراحه بتاعه افراد الامن
ما يخرجش بالسلاح ما يخرجش مع السلاح بتاعه. فدي برضو حاجه كويسه، لان معظم الجرائم اللي بتحصل ديت ما بتحصلش اثناء وهو في عمله، لا هو في الراحه في بيته، هو رايح مشوار، فدي حاجه كويسه جدا يعني. سيادة النائب، هروح لدورك السياسي، وزي ما احنا عارفين انه المجال السياسي خاص بالاحزاب السياسيه، انت ترشحت مستقل فردي مستقل، يعني ما انتش تابع لحزب او كان وراك عمل سياسي انت اتحركت من خلاله فوصلت لمجلس النواب. شايف الحياه الحزبيه والحاله السياسيه ومشاركه الشباب، لانه ما يعني رضينا ام لم نرضى انه الاحزاب السياسيه هي المدرسه الكبرى لتعليم السياسه وتعليم الشباب، يعني اصول السياسه الحقيقيه. شايف ده ازاي وانت مش ناوي تخش حزب سياسي عشان تقدر تمارس دورك من خلاله؟ انا بس نقطه الاحزاب ديت يعني انا نازل عشان اخدم اهل دايرتي واهل ناسي ومصر بصفه عامه واهل دايرتي بصفه خاصه. انا الحزب هيضيف ليا ايه جديد؟ هتعلم منه سياسه؟ لا مش 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 شرط. انا شايف ممكن تكون تلاقي حزب تاريخ انشائه 2014 2013، احنا مش مختلفين، لكن يعني هو عايز يتعلم اصلا، يعني الحزب عايز يتعلم. احنا بنقول سياسة. ايه بنقول ايه يا سياده النائب؟ بنقول انه خد بالك انه مرحله الاحزاب السياسيه زي كل الدول الديمقراطيه اللي في العالم، تمام، هي بتشتغل سياسه من خلال المنافذ الشرعيه ليها وهي الاحزاب السياسية.